بدأنا لكم اليوم عنا فوارغ أو المنبار بالمصري أو كرشات. هون عنا مقبلات، هون في عشق خلل، هون في زيتون، ليمون وشطة وجزر، جزر أبيض وجزر أخضر. وهون عنا تتبيلة كتير كتير زاكية مع التوم و أنا ما أحبش الفتة، أنا بحبها ولا التفيلة، أنا بدي بحب ليتس جو. التحدي لازم شوي التحدي لازم إنه رح نعمل سباق مين باكل أكتر، كل واحد بده يحط بصحنه الكمية لازم ياكلها كلها. يلا إيه، وهون عنا هذا فوارغ بس سخن شوي وعليه زي شو اسمه مقلية. أيوة هون عنا عادية. والله أخذت كثير، شو نختار؟ هذا مين؟ يلا حطت كثير.
بفوز على الريان. أنا بكون الثانية. أنا زهقت أضلني آكل بالإيد، آكل بالشوكة والسكين. صحب صحبوني. صعبة صعبة انت تربيها تربيها ايوه لا ما لا فتحتي ايوه بس واحد اثنين تعرف انه هذا زاكي فيه بروتين مفيد كتير كتير واحسن من الاكل شو اسمه الهامبرجر هو والهوت دوغ فاست فود او البيتزا بس بيتزا الدار كتير حلوه وبيتزا البيت وهامبرجر البيت كتير صحي وهوت دوغ البيت انا قربت اخلص هل ببنيكم عضل انا اكثر واحد اقل واحد من ده اخر تعيش كنت تعبت